السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله تكونون كلكم بخير وصحه وسلامه. جيت لكم اليوم فيديو جديد نتكلم على موضوع حول زراعه الكراث. جالي سؤال، هل نزرع الكراث بتربة جافة أو رطبة؟ بهاي السلسلة نجاوب على أهم الأسئلة اللي وصلتنا عبر التعليقات، وإذا عندكم أي سؤال يخص الزراعة والعناية بالزرع الداخلي والخارجي والمشاكل الزراعية اللي تعانون من عندها، خلوها بصندوق التعليقات ونجاوب عليها إن شاء الله عبر فيديو خاص لكم. وإذا عجبكم محتوى الزراعة والعناية بالزرع اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد. السؤال يقول، نزرع الكراث بتربة جافة أو رطبة؟ والإجابة لهذا السؤال هو أنه نفضل زراعة الكراث في تربة رطبة بشكل معتدل، لكن يجب أنه نتجنب الزراعة في التربة الرطبة جدا، لأنه هذا الشيء رح يؤدي إلى تعفن الجذور ومشاكل أخرى. لما تكون التربة جافة جدا، فمن المهم أنه نقوم بري النبات بانتظام حتى نساعده على الحفاظ على التربة أنه تكون دائما رطبة قدر المستطاع، لكن يجب أنه نتجنب ري النبات بشكل زايد، لأنه هذا الشيء ممكن يؤدي إلى مشاكل في نمو النباتات وعرض النبات إلى العفن والحشغات والآفات وإلى آخره. طبعا بشكل عام ممكن نزرع الكراث في تربة جيدة التصريف مناسبة لزراعة الجذريات الصغيرة مثل التربة الطينية المخلوطة بالرمل أو التربة اللينة المخلوطة بالسماد النباتي. أيضا ننصحكم على أنه تحرصون على إضافة السماد العضوي أو السماد المعدني قبل الزراعة حتى يحسن جودة التربة ويوفر التغذية اللازمة للنباتات. إذا عجبكم المحتوى لا تنسون تشتركون تدعمون القناة، وأراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة.